السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر هاني العريدي. هنتكلم عن جزئية كنت أنا شرحتها والناس شافتها في الفيديو، وقلت لكم الـ MBR أخو 4 بارتيشن في برايمري. جينا نطبق فشوفنا الآخر بارتيشن اتعمل اكستند. طب انت هنا بتضحك عليا، قلت لك لا، ده انا هنزلك برنامج هيحطه على الفيم وير، هيبدأ هو يقسم الهارد، وده برنامج أنا بصراحة بس بفضله وريت الناس تستخدمه ويبقى موجود معاهم كمان. ايه هو بقى البرنامج ده؟ تعالى هنا نفتح الفيم وير، نفتح المخنة ده اسمه ايزي اس بارتيشن ماستر. ده فيرجن، انا منزل فيرجن اهو 12.9، هو في نزل 13 تمام، بس هو ده شغال عشان معايا الكراك بتاعه. هو للأسف كان معايا السورس بالكراك، بس السورس راح والكراك موجود سبحان الله. فالكراك نزلت أنا بس السورس من على السيستم ومن على الإنترنت، وبعد كده إيه حطيته هنا على المكنة ديمو. دي شكل الأيقونة بتاعته بره تمام. انا عندي هنا ديسك 0، ديسك 1، ديسك 2. هنبدا نقسم اللي هو ديسك 1. خلاص ديسك 1 موجود اهو تحت عندي، سيبك بقى من ديسك 2 ده خالص، انلوكيت تمام. تعال نبدا نقسم، هقول له رايت كليك، اقول له كرييت بارتيشن. هنا نختار لوجيكال ولا برايمري؟ قال لي لا انا هختار برايمري، عاوز كلها برايمري. طبعا انت بتختار هنا الفات ولا فات 32 والكلام ده، اكس 2، اكس 3، اكس تي 3، ده حاجة خاصة باللينكس انا متذكر، انا متذكر تمام، او انفورمات. انا خليه انترفيس، طبعا ده الليتر وده كلاستر، هو بيعملوا 4 كيلو بايت. انت بتدوس هنا تختار اللي انت عاوزه تمام. هنتكلم عن الكلاسة دي ان شاء الله، هنحاول نتكلم عنها في يعني قدام شوية، بس انا عرفتك دلوقتي الفايل سيستم. طلع هاد ان تنفس، تعال نرجع تاني. انا هعمل اول بارتيشن زي ما انت شايف، بضغط هنا هو كان كده، بضغط هنا وابدأ صفحة الرسمة نفسها والمساحة بتظهر تحت، واقول له هنا اوكي، بس اتأكد هو برايمري تمام. وابدأ اقسم البارتيشن التاني واقول له لا ده انا عاوزه برايمري، عاوزه مساحته قد ايه، اللي تكتب هنا تحت. لا تحرك هنا ايه الشكل، وبالتالي الشكل ده ما تحرك احسن بدل ما اقعد اكتب تمام. فانا بهدي كده وادي هنا 10 وادوس اوكي. 3 اهو بعمل كريت اهو، انا عملت 2 بارتيشن اهو، نقفل دي خالص، مش انا عملت 2 بارتيشن، ده برايمر وده برايمر. انت قلت لي ليك 4، انا هعمل واحد كمان تالت، بس مش هاخد المساحة، اخليها حوالي 10، حوالي 10 بس برايمر. تأكد ان هو برايمر. طبعا انت في المانجمنت بتاع الويندوز كان بيطبق، لكن هنا عشان تطبق لازم تدوس على ابلاي هنا فوق اهي، تدوس ابلاي وتقول يس. هو هيبدأ يعمل اجراءات الخطوات اللي انت عملتها، اللي انت قسمته وفرمت، الكلام ده هيبدأ يطبقها على بارتيشن بارتيشن. هو ممكن بكل خطوة تدوس ابلاي، كل خطوة تدوس ابلاي، او بعد ما تخلص الخطوات بتاعتك بتدوس ابلاي. بس انا ده سبلاي عشان اعمل اللي هما 3 بارتيشن، ناقص لي 5 بارتيشن، 4 سوري ناقص لي بارتيشن 1. احنا قلنا اللي هما 4 بارتيشن، انا عملت 3 ناقص لي 1. تعال نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. طبعا العملية نجحت، يعمل ابديت للسيستم خلاص. شوف هو انت اللي انت عملتهم اي واف وجي والتلاتة برايمري، وفي هنا حاجة مش عارفها اللوكيتد، هو مكتوب لوجيكال، أنا لسه ما نعرفش أي حاجة عنها.
فانا هعمل رايت كليك واقول له كريت بارتيشن، وهعمله برايمري، بس مش هاخد المساحة كلها، لان انا هاخد مثلا 10، وادوس اوكي. يبقى كده عندي كام برايمري؟ كده 4. معلش ندوس ابلاي، ندوس يس. يبقى كده انا قسمت وتأكدت ان هما ايه كام بارتيشن؟ 4. طب انت بتقول لي اخي 4، ده في مساحة فاضية اهي في الجنب. تعال نبص عليها ونشوف، يمكن مايكروسوفت تضحك عليا. قال لي تعالى نحسب كده بارتيشن اللي هو ديسك 1. عندك برايمري اهو هنا حتة اليمين، برايمري ادي 1 2 3 4. تعالى امسك بقى اللوكيتد اللي هي 18، واعمل رايت كليك واقول له كريت بارتيشن، كونفرت ان ايه برايمري بارتيشن تو لوجيكال بارتيشن اند تايري excited primary partition. يعني انت في هتعمل هنا please convert an excited primary partition to logical partition، يعني في partition معمول primary، لا معلش حوله logical اللي هو حوله لستين. يبقى هي متضحكش عليا، يبقى انت اخر هنا 4 partition primary اللي هو ال MBR. طب الاخير ده لو انت ما خدتش المساحة كلها primary خلاص راحت عليك، لازم تقوم مدلل ده وتقول له ايه ديليت. هنا اقول ايه اوكي، هنا اللي خدت اهو مايت كليك اهو، واقول له خيط قول لي بقى المساحة بقى، واقوم ايه برايمري، واقول له ايه اوكي، واقول هنا الله. يبقى هنا الراجل ده ما بيضحكش عليا، بس طبعا عشان المانجمنت بتاعت مايكروسوفت مايكروسوفت طبعا يعني خانقتني انا. اخر بارتيشن كنا بنعمل بارتيشن 1، انا بارتيشن 2، انا بارتيشن 3، مع ان هو قال لي 4. هنيجي عند الرابع تلاقي حوله لوجيكال. تمام، يبقى هنا عندي كام بارتيشن؟ ادي 1 2 3 4. نفس اللي حق اللي تشوف الاربعه الام بي ار، طبعا حاجات نشوفها حاجات جميلة جدا. تمام، طبعا طبعا التولز دي فيها طبعا انت مهتم وقت كده بتطلع قايمة. هحاول نتكلم شوية عن حاجات معينة فيها. تمام، وفي برضه سيت اكتف. قال لك في الاكتف لازم البارت، يعني لو انا عندي هارد هو عندي ديسك واحد اهو، لازم يبقى في بارتيشن يكون ايه اكتف. ده لو انت هتحط سيستم، مفيش سيستم خلاص يبقى زي ما هو. بس الاكتف لازم يكون بارتيشن واحد بس، يعني لو عملته على الاي ما ينفعش يتعمل على اي بارتيشن تاني، على نفس الهارد الواحد. تمام، قال لي ماشي انا كده بدأت افهم، الحمد لله وصلتنا المعلومة وتأكدنا ان هما 4 بارتيشن. انا والله ما عامل الفيديو ده عشان قصة الناس اللي هي شكة اللي هي مش 4 بارتيشن، انا ممكن يزيد، ممكن ازيد نعمل اكستند ونزود براحتنا، لكن البرايمري اخو 4. تمام، فكل ده عشان نوضح المعلومة. خلي بالكوا يا جماعة عشان برضو واضحين مع بعض، طبعا مايكروسوفت ما بتكلمش هنا على الوحدات اللي ايه القياس، ما كلمتش عنها، وما كلمتش على البرايمري والستند واللوجيكال، ده اللي يمكن حاجة بسيطة. تمام، وما كلمتش على الاي بي ار، ده ما كلام مش موجود. احنا بنحاول نجيب معلومة فبنحاول نشرحها تبقى انت فاهم اللي هي ماشية ازاي من اولها لاخرها. معنى مش بشرح مايكروسوفت وانت تبقى في الجزئية دي ما شرحتهاش، يبقى انا ما شرحهاش، لا انا اشرحها تنجح بقى او تيجي في اسئله ما تخصنيش، المهم تبقى قاعد فاهم. تمام، وكلمتك على الهارد ديسك وديسك بارت. تمام، وكلمنا عن الملفات، دي ما شرحتش الكلام ده خالص مايكروسوفت، الملفات الموجوده في البوت وبدانا نوضحها، الكلام ده مش موجود ومحدش يعرفه، مش محدش يعني ما يعرفوش، لا الناس مش موجود في الموك بتاع مايكروسوفت، مش محطوط ده في الشرح.
ممكن يبقى موجود كهند، بس ما اعتقدش يعني حاجة يعني هنت يعني او نوت كده ملحوظة او اي حاجة، لكن ده انا شرحتها له عشان بس نتكلم على ملفات البوت. يبقى انت فاهم، واحد يقول لي ايه طب ما ملهاش علاقة، لا يعني معلش مباعد فاهم وبفهم الملفات، اما بقى مش فاهم تمام. وإن شاء الله نكمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.